سي بوجمعة، أنت رئيس الوزراء الجديد ورئيس الحكومة، رغم الرئيس سبقة خطيرة هذه في تونس راهو والله سبقة خطيرة، لأن ما لا حكومة انتخابات ولا عملنا احنا النواب، أنتم فرضكم من برا قالوا لنا الحوار، حتى مبكر كلمتك ما عجبتنيش، الحوار ارجعوا للحوار، احنا الأعراف نتاعك مش الحوار راهو، مالا أنت تحتاجنا تجي تاخذ أصواتنا وتقول هنا ما يجيش هكا أصلا، ثم احترموا مؤسسات الدولة. أنا واحد من الناس مقتنع أني القائد الأعلى لأعلى القوات المسلحة، شنو رأيك؟ أما زملائي الله غالب مش عارفين الدستور ايش يقول، زملائي الله غالب عليهم، يمشي الوزير مسكين يقول له عندك موعد يروح، لا من هكا كي يجيكم نايب والله وما تقول لهم مش يقولوا تقول لهم كي يجيكم نايب ما تقبلوش، أنا واحد من الناس تندور عليكم، وأي مواطن يجيني عنده ملف تقبلوه أنتم والديوان بتاعكم، فهمتوا؟ مش تقعدوا تشربوا العصير والقهوة ومطفين، قال شنو قال هاني وزير، هذا أنا مش نسب فيكم راهوني، أما اخدموا لشعبكم. ولا كان رفعتوا على فكره ما تتعمل شيء في 9 شهور عضونا راه كان نحيت الزبله من تونس يسمى سلكتها انت وجماعتك. انا اقول لك يعني لا تتعمل شيء، عارفين اللي قالوا قدامك قالوا قبلك ما عملوا شيء، قالوا قبلك الوزراء ما عملوا شيء، فما انا اكلم فيك بلسان الشعب التونسي الزوالي، اكل يكذبوا انه لا من دواعي سروري ما يهمونيش، انا بالفلاقي الناس جاعت يا سي المهدي يا سيد رئيس الحكومه، الناس جواعة. وقت اللي عملوا ثوره كانت الحراره عظام 300 فرنك تو ب 800 فرنك، انت من هنا والساده الوزراء تتكلم وتقولوا خطاب وتمشوا تضربوها بلا ب 100,000 فلوتين، هم يبقوا حتى العظام ما ثمش، فيهديكم ربي كان تخدموا الناس وتطاعتوا للزوالي خبزه اهلا وسهلا، غير هذا والله انا ما نبقى لكم كالشوكه في الحلقه يعني، والمره الجايه من الجاي هزوا احدكم الكراسي يعني ما عني فيها، ما لقيت فيها ما يعجب اصلا هي كراسي يعني، الناس كل ما يتعلاها كان يكرهها.